مرحبا بكم. باش نعرفوا مشاكلنا ونحاولوا نلقاو لها حلول، لازم نحكيوا فيما بيناتنا احنا كأفراد هذا المجتمع. بصح دائما نلقاو واحد المشكل، هذا المشكل هو الخوف، خوف الفرد من انه يجي يوقف قدام الكاميرا ويحكي على المشاكل اللي راهو عايش فيها، على المشاعر اللي عنده، على الالم اللي راهو عايشه، على التجارب تاعو. ولكن احنا في هاد البلاطو راح يجوا ناس اللي عندهم الشجاعة الكافية باش انهم يواجهوا هاد الخوف ويجوا ويحكوا على مشاكلهم. ناس وحكايات ينطلق الآن. مرحبا بكم من جديد. الانسان يقدر يخير بزاف حاجات في حياته، يقدر يخير واش يخدم وين يعيش مع من يعيش كيفاش يكون اللوك ديالو، يخير بزاف حاجات. مي كاين حاجات للانسان ما يقدرش يخيرهم، كيما الشكل ديالو. الانسان ما يقدرش يخير الشكل ديالو، احيانا يكون شكله مختلف لانه زاد بوضع خاص ولا تعرض لحادث خلى يكون شكله مختلف على بقيه الناس. السؤال اللي اليوم حنا نطرحوه، كيكون انسان شكله مختلف كيفاش يعيش في مجتمعنا، يتقبلوه ما يتقبلوش، يقدر يعيش حياته، يقدر يقرا، يقدر يكبر، يقدر يدير حياه عائليه ولا لا لا. وهذه التساؤلات هي اللي اليوم ضيوفي في البلاطو راح يجاوبونا عليها. شكلي مختلف عنوان حلقة اليوم من ناس وحكايات. ونروح مباشرة نرحب بضيوفي. سي خير الدين مرحبا بك. الله يسلمك خويا. ومعنا سي نبيل، مرحبا بك سي نبيل. الله يخليك يبارك في خويا. سي سيد احمد مرحبا بك. السلام عليكم. منورينا اليوم. السلام. مرحبا بكم. ومعنا سيدة سعاد خوشي مختصة في علم الاجتماع. مرحبا بك مدام سعاد. ومعنا شيرين عبد اللاوي بطلة الجيدو شبه أولمبية. مرحبا بك. يك صحة. مرحبا بك. اليوم ياك جيت تحكي معنا اليوم، ما كانش ضرب ياك. عقلاني. حوالو. مرحبا بك شيرين. نبداو، حبيت نبدا الموضوع تاعنا اليوم، حبيت نبداه من عند خير الدين. خير الدين مرحبا بك. الله يسلمك. راك مرتاح؟ مرحبا. تهلاو فيك. ربي يحفظك. خير الدين، يعني حاب نعرف تحكي لنا شويه على الطفوله تاعك كيفاش كانت. كي زاد خير الدين وش يشفع على روحه ملي كان صغير ونجو طالعين. نجو طالعين. ونجو طالعين. يا سماش. تحب من الكبار ونجو هابطين خير الدين؟ لا. من صغير ونجو طالعين. هاي تفضل. بو كيفاش؟ يا مري 21 عام. الله يبارك. انا بو كي زدت كذا كي بديت نشفى قالوا لي بلي النمو تاعك توقف بطن يما، كبش يما ما زدتش كبر، حبيت نبقى صغير وغير. المهم كان يقول لك سحور، كان يقول لك دخلوا الجن وكذا، انا ما يهمنيش. دي سبع سبع شي يبغى ربي سبحان. بوش نشفى من سروري، انا سروري بزاف لي بروبلم، مشاكل صحيه على صدري وعلى عيني وكذا. أنا ما دخلت كم قراب كري، دخلت فيه 8 سنين. علاش دخلت؟ دقيقة برك خير الدين، أني حبك تحكي لي قبل ما نوصل للقراية. أنت زدت طفل بوضع خاص، تشفى داركم ولا على الأقل يحكوا لك كيفاش كانت ردة الفعل تاعهم؟ تقبلوا بلي عندهم وليدهم عنده وضع خاص ولا لقاو صعوبة ولا؟ ما لقاو صعوبة والحمد لله. شغل الأب والأم الإخوة وكذا والأفراد العائلة قاع الحمد لله قاع معاهم مليح وكذا وقاع نتعامل معاهم. أوكي. كي بديت تكبر شوية، بديت تخرج برا تلعب مع الدراري كيما كامل الدراري، ما كنت تحس روحك هكذا مختلف على الدراري الآخرين ولا كانت تجيك حاجة عادية؟ جاني خلوني نحس هكذا ولا حسيت أنا. يعني كانوا متقبلينك في الحومة دراري عادي؟ يعني كنت محبوب في الحومة؟ شوية كنت مضارب. كنت طوايشي واخيلا خير الدين. كنت طوايشي. كنت طوايشي يا اسف. كون على خير الدين طوايشي. علاش قلت لي دخلت حتى ل 8 سنين باش دخلت تقرا خير الدين؟ قلت لك كان عندي بروبلام تاع عيني، ما كنتش نحمل نشوف في الضوء، ما تقدرش تشوف شماسه الضوء. شماسه تحرقني وكذا في عيني. حتى 8 سنين درت اوبيراسيون وكذا الحمد لله. بصح كيفاش كنت تخرج تلعب مع الدراري وانت ماكش ما تحملش الشمس؟ كنت نلعب في الضليله. عايش في الظليله؟ كنت نلعب في الظليله. كنت ما الشمس هذيك
إذا خرجت لك شمسة نمشي مهبط راسي هكذا مش ما ضربناش في العيد. تسمى وكنت تسمى كنت تخرج الكثرة تخرج في الليل. كنت نخرج في الليل مع العب. وكيفاش كان إحساسك هذاك الوقت خير الدين إذا تشفى؟ أنت يا طفل صغير تشوف الدراري جاي يخرجوا يلعبوا صباح بشكل عادي، وأنت يا تخرج وتتخبى في الظليلة يا تخرج في الليل. كنت تحس باللي تحس روحك هكذا عندك شوية هكذا نقص على الدراري الآخرين، ولا كنت متقبل باللي عادي؟ ما أنا كنت متقبل عادي، كنت أنا الوقت اللي نجوزوا في الدار راني مع الميكرو راني مع البلاي تلفزيون ما نحش بالفرقة كاع. صح بديت تقرا في المسيد لقيت الدراري متقبلينك كيما في الحومه ولا كان شويه مختلفه؟ ماشي مختلفه بس قريت في الابتدائيه تاع الحومه. تما ولاد حومتك كنت تقرا معاهم؟ ولاد حومتي هما اللي قراو كاين عيبات والبعات بصح كنت شاطر خير الدين ولا هي شوف عباب اللي كنت طواشي بصح كنت شاطر ولا نص نص؟ كنت نكراسي الاول ثاني في الابتدائي. الله يبارك ما شاء الله صفقوا له الاول او الاول ثاني. صح طلعت من ابتدائي وصلت للسيام ياك؟ سيام. صح قعدت نفس المعامله ما حسيتش روحك دائما باللي مختلف ولا ما عندك حتى مشاكل؟ بو قريت فوسمو وقريت سيام بعيد شويه على الحومه وهذا شغل الحومه ما يتفاهموش مع حومتي شغل مشاكل كذا منه كان عيبه شغل يهضروا لك هضره تجرح ولا تخيس بصح انا كنت كي ندخل للدار ما سمعته برا يبقى برا ننساه لو شكيت نسمع برا يبقى برا ما يدخلش للدار. صح من بعد وين وصلت في التعليم تاعك الليسي ولا الجامعه؟ راني طالب جامعي. طالب جامعي؟ طالب جامعي سنه اولى حقوق. عزيمه واصرار كبار خير الدين. شويه. صح وقتاش بديت تحس باللي عندك هكذا شويه الشكل ديالك تسبب لك في شويه هكذا مشاكل في الجامعه؟ لا في الجامعه العكس انا قبل ما ندخل الجامعه دخلت الجروب تاع فيسبوك تاع الجامعه ديجا ملتم حطوا ديجا الرادمه تاع الجروب حط صورتي وقال لهم راه جاي وكذا ومنه ورحبوا بيا كي دخلت الجامعه شغل قديم كان عباد عند بيتهم القرا ليسونس وانا هذا العام دخلت الجامعه. مليح ممتاز احنا طبعا نحييو انه عندنا الشباب تاعنا في الجامعات بهذا الوعي لانه يتقبلوا كي يكون شخص عنده وضع خاص بلي هذا راه عضو في المجتمع ولازم بالعكس يقدموا له يد العون. كانوا يعاونوك خير الدين؟ والله يرمى تاع الجامعه ما شاء الله كاين جماعه ما شاء الله تاع نقابه الاتحاد الطلابي لينيا كاين يوسف البوشي وعبدو براون وعبدو الكرشي أو قدم لهم تحية خاصة ودار لهم إشهار الاتحاد الطلابي وكل شيء درنا لهم يلا سيدي معلش بما أنهم عاونوك يلا ما شاء الله معلش دوك نرجع لك خير الدين وصلنا للجامعة دوك نحكي ومن بعداتي كيفاش حياتك في الجامعة وحياتك العائلية خاصة نروح عند نبيل. نبيل انت كيما خير الدين يعني شكلك سبب لك ما سببلكش حتى احراج وكانت حياتك طبيعيه ولا تحس باللي الامر مختلف وكان عنده اثر سلبي في حياتك؟ كان عنده اثر سلبي صح كان عنده اثر سلبي بصح في الوقت اللي كنت فيه صغير صغر تاثرت بزاف تسمى في حوايج. انت قول لي في الاول واش الحادثه اللي صارت لك وشنو هي؟ الحادثه تاعي صارت لي مول 10 سنين سبت قلعه تاع غاز قرعه تاع غاز. نعم احكي لنا كيفاش صارت لك تشفى مليح لي مش كنت شايف مليح احكي لنا الحكايه. يا الاولى كامل كنا في ليسكوت كشافه كانت عندنا رحله هكذا كنا رايحين يدونا رحله وكانوا كاين لي بابي هكذا بس لازم نجيبوهم الدار مال شهاده الميلاد. طلعت للدار انا على هذيك السبه هذيك والوقت هذا كانت القرعه الغاز سكنه جديده باطيمات وكذا ما كانش كاين الغاز دو فيل كان كاين غاز بيتون برك. الوالد تاعي كان جاب قرعه غاز حطها في الدار وكانت بردي وانا كي كنت تحت ما على باليش بلي جابوا قرعه غاز والله شراه والله ما شراهش باسكو كنت في ليسكوت. جيت هكذاك مع واحد كان عطشان وكذا طلعت ديالك للدار في سبتمبر مع العشيه كان شويه مظلمه الحاله ساعه القفله تاع الدور الانتيريبتور وقت ساعه الانتيريبتور تكلمت فيا
دابني لوبيتال كنت لا لا كانوا معايا خاوتي صغار مي بصح بقدرة ربي ما عرفتش كيفاش نطقني ربي حوستهم ما خليتهمش يدخلوا معايا. سبحان الله. صرا اللي صرا من بعد من تما داوني لسبيطار مايو سبيطار تاع باب الواد قعدت فيه عامين وانا في لوبيتال تروا موا كوما ولي موا الاخرين بقيتهم في لوبيتال تما. بعد خرجت من سبيطار مايو مارست حياتي نورمال دخلت كنت نقرا نورمال هكذايا من بعد عاود وليت بدات اتروفي على جليدي انا عاود وليت لاكلينيك سونترال تاع الجي سونتر زدت قعدت فيها تما سي موا من بعد عاود خرجت من تما وداري الفا دخلت لوبيتال تاع دويره على جال باش ندير اوبيراسيون على يديا نورمال ما نجحتش العمليه الاولانيه ما تعاودت. صح سيدي احمد انت الحادثه صارت لك كان في عمرك 10 سنين كنت في الابتدائي. في الابتدائي نعم. الابتدائي صح. صارت لك الحادثه ومن بعد قعدت شحال داويت وعاودت دخلت تقرا نورمال. عاودت وليت دخلت. كي دخلت لمسيت كيفاش تعاملوا معك في المدرسه؟ كيفاش لقيت روحك انت في المحيط ديالك بعد ما صارت لك هذه الحكايه؟ في الاول ما كنتش نحس، ما حسيت لهاش. والحاجة تاع الصغر هكذايا وكان واحد عقله صغير ما يعرفش. رحت لمستوى بسيطة، رحت للسيام، سيام اللي بديت نحس. سيام ولا 13 سنة 14 15 سنة مع الدراري شوية قباح هكذا كانوا يهضروا كلمات هكذا يضروك يوجعوك. مثلا ما يقعدوش معك في الكرسي، توجر الكرسي الطابلة ديالي وحدها، توجر الكرسي ديالي وحده. شنو كنت نورمال سما شغل نرمي في ظهري. كان عندك الوعي هذاك باللي هما نظرتهم راهي غالطه وانه كان لازم يتعاملوا معك بشكل اخر. هما نكذب عليك الوعي ماشي انا اللي كنت واعي. هما الوالدين هما اللي كانوا يوعوا فيا. مليح. واش كانوا يقولوا لك والديك؟ الوالدية اللي كانوا يقولوا لي ما ديرش على الهضره تاع الناس والله دير كلمات تاع الناس والله راك عادي ومع خاوتي ثاني سما كنت عايش معاهم شغل صحبه ماشي خاوتي. نقصر معاهم يخرجوني كانوا يدي بلاصيو بيا هكذا ثم شغل ربوا فيا ثقة النفس. بصح انت الداخل كنت تحس يعني كان عندك الداخل كاين تحس روحك بلي مجروح هكذا من كلامهم من هي شوف اي انسان ثم هذه كما نقول لك تجربه اي انسان مبتلى والله مصاب بحاجه من الداخل قلبه مقيوس مجروح الداخل بالك تلقاه يضحك تلقاه يقصر يغم هذيك الحاجه هذيك بينه وبين الناس بصح بينه وبين نفسه حاجة واحدة أخرى. كان عندك صاحبك هكذا معاك في السيام تحكي له وتفرغ له قلبك جارك ولا ما كنت تحكي لحتى واحد؟ أنا كنت نحكي غير لوالديا برك. غير لوالديك. والديا برك باسكو هما اللي كانوا طريف روش ليا هما اللي سرهم عندي ونحكي لهم كلش. حاجة تفرحني، حاجة تقيسني، حاجة توجعني نحكيها لوالديا. والديك متعلمين قاريين؟ كبار في الله ماشي متعلمين. عندي الوالدة في عمرها دوكا راهي في 84 واقيلا. 74 والوالد 78 طول العمر ان شاء الله الله يسلمك. شنو بصح كما نقول لك التربيه تاعهم تاع الوقت هذاك هي اللي خلتهم يتوعوا وخلتهم خير من الانسان اللي يكون متعلم. صح لانه كاين فرق بين واحد يكون متعلم وواحد يكون واعي. كاين فرق كبير كاين فرق كبير. اوكي في السيام بديت تحس باللي كاين معامله شويه مختلفه شويه حسيت روحك متاثر بالمحيط تاعك كنت ما بصح مازال تخرج تلعب مع الدراري برا كذا ولا لا لا سي كنت نخرج مع ولاد حومتي مع الجيراني كنت نخرج عادي هذا جيرانك ولاد حومتك كانوا يتعاملوا معك يتعاملوا معايا نورمال كاع نلعبوا بالون نخرجوا نلعبوا بالون والله نديبلاسي وهكذا يا روح ليزكسكيرسيون والله روح ولا عادي عندي المحيط على برا كي نخرج من الحي الناس اللي ما تعرفكش اللي ما تعرفنيش ابا كاين واحد الحاجه الناس بزاف اللي تستهزلها كاين كلمة تجرح وكاين نظرة تانية تجرح. كيفاش؟ نظرة تجرح نعطيك مثال هذه صارت لي ليا هنايا وقت فات في بلاصة في ار جي سونتر هنايا راكب في البيس رايح بلاصة معينة انسان كان رافد انسانة بورتون مرا كانت رافدة وليدها وقيلا بنتها وانا كنت مليا في الكرسي شغل الطون اللي شاف فيا هكذا طفل بقى يشوف نورمال طفل صغير ما يعرفش ما يعرفش الام تاعو كي شافت كي دارت هكذا الطفل هذا وش راهو يتبع خزرت حكمته ودوراته ديريكت امه ما خلاتوش ما يشوف واش راهو هذيك الحاجه شغل قاصني من الداخل بصح ما شحال كان في عمرك وقتها؟
17 سنه هكا 17 18 ماشي في مليح مليح باش مازالك متفكرها حتى لدوكا بعد شحال دوكا شحال في عمرك 28 دوكا راهي 39 سنه 39 سنه الله يبارك لك بعد تقريبا شحال اكثر من 20 سنه مازالك متفكرها يعني صح وجعتك وجعتني وجعتني صح وجعتني باسكو هذاك الوقت كان كيما قلت لك العقل كان صغير 17 سنه مازالك جان جاي واحد كيكون صغير يشفع على واحد كبير ادوليسون تما يعني ما حاجه ما تستناهاش ما تستناهاش فوالا وفي هذاك الوقت في السن هكذا المراهقه ما بديتش تحس بالاختلاف هكذا يعني كي تكون في الصيام ولا ماشي كيما كي تلحق لليسي وتكون شويه اكبر هكذا بدا تحس روحك باللي جان تحب تخرج تحب تلبس كنترول انا كي رحت لليسي اللي لقيت راحتي شويه لقيت راحتك سيد احمد نشوفوا باللي خير الدين ونبيل رغم الوضع تاعهم بصح قاوموا وخرجوا وقراوا وراهم يحاربوا في الحياه دوك نزيدوا نسمعوا البقيه تاع حكاياتهم انت كيما هما انا الحكايه تاعي كيما خويا خير الدين بالك كاين شي صوالح بالك انا اكثر منه ولا اقل منه ما على باليش هو كان الحكايه تاعي انحركت مي كنت صغير شحال كان في عمرك؟ نهار انحركت كنت صغير كان في عمري شهر شهر واه كنت انا واختي والام تاعي روك انا كي طرت قلت علينا قرعه تاع الكاس ثاني شعلت شيبانيه شعلت الضوء وكانت الغاز كان يبردي كي شعلتها طرت قلت قرعه تاع الغاز اختي كانت كبيره كان بالك عندها 10 سنين ولا كيما هكا وما انا من الخوف رفدتني كي رفدتني دمرت اختي خرجت اختي خرجت سلكت بصح انا قبضتني انا وياها النار هي زعما قاصيت هي قبضتها كاع النار في الكول تاعها في يديها يديها ما بقاوش يديها في الكول تاعها وكاع انا تاني كنحرك في وجهي منا منا انا تاني عشت في معاناه وصغري عشت في معاناه حرمت من صوالح بزاف الحاجه الاولى حرمت منها هي الام تاعي حاجه الزوجه حرمت من المدرسه ما قريتش دخلونيش او يدخل او يدخلوني ما قبلونيش قال هذا يخوف دراري انا كنت اكثر من هاك بالك اسمح لي داوك باش يدخلوك تقرا في المسجد قالوا لهم ما نقدروش ندخلوه قال لا ما نجمش قال يخوف دراري يخوف الدراري شحال كان في عمرك وقتها 6 سنين 5 سنين هاك يعني في الوقت العادي اللي كان لازم تدخل فيه القرايه وما والديك ما حاولوش يروحوا يشوفوا حاولوا يشوفوا حاولوا ما كانش حتى نتيجه قال له ما نجموش ندخلوه قال له مريض وما يتقبلوش دراري منا روك انا بويا جري عليا بويا مع الغالب عليه جري عليا جري عليا داني هنا ارجي جري عليا ما كان حتى نتيجه كنت في السبيطار تاع بلاطو في وهران تما قعدت بالك ما نعقش انا بالك قعدت في 4 سنين 5 سنين فايت بالك وانت تداوي في هذاك واه خدموني شويه قلعوا لي من داروا لي فوق عينيا فوق شويه ربي كانت عينيا في زوج ما نشوش بهم خدموا لي شناوه وحده قالت وحده مانيش نشوف بها كاع كيفاش شناوه خدموا لك وحده؟ ملي كنت صغير في معسكر خدموا كانوا عندنا شناوه خدموا لي وحده وحده ما بغاوش يخدموها لي ما عرفتش السبب ما عرفتش والو عالجوك هكذا مجانيا واه مجانيا اي انا دروك كبرت قعد نكبر مع الوقت قبل ما نحكوا على كبرت سيد احمد انت يا طفل في الوقت اللي كان لازم تروح تقرا وتتعلم لقيت روحك قاعد في الدار مع يماك وباباك لا يما توفات ما عانت قعدت منا تفارقت هي والاب تاعي الله يرحمها روك انا عشت عند بويا ويعاود زواج عشت عنده ام تاعي قعدت عند امها عاشت مسكينه سفرات بعد ربي تفكرها باباك ومرت باباك كانوا يعاملوك مليح قايمين بيك متهلين فيك الحمد لله انا بروحي كنت عاقل حد يحد روحي نقدر نعرف سبب الانفصال اللي كان بين باباك ويماك هذا هو السبب هذا الحادثه هي اللي خلاتهم ينفصلوا هي اللي علاش اعتبرها باللي هي اللي هي كانت المذنبه بالك هي هكا بالك سبب وانت كي كبرت اقتنعت باللي صح هي اللي كانت السبب انا ولا؟ ما كنتش نعرف انا قلت لك كنت صغير بصح كي يحكوا لك الحكايه تحس باللي هي اللي كانت لا غلطه انا ما نردش انا ندير هذا مكتوب الله ما عنديش باللي هي ولا انا ما كنتش نشوفها ديجا بزاف كنت نروح هكا يدوني عندها نشوفها منا شوفها هي كانت اكثر مني كانت يديها وجهها يديها ما عندهاش قلت كي نشوفها نقول انا راني الحمد لله وانا قلت لك مي كنت صغير انحرمت من صوالح بزاف حاجه الاولى قلت لك الام تاعي انحرمت منها حاجه الزوجه المدرسه
حاجه الثالثه ما كنتش نخرج كاع، ما كنتش صغير ما كنتش نخرج، ما كنتش نخرج خاطرش كنت نخرج كانوا يشوفوا لي دراري يخافوا يقعدوا يتوغوا يتوغوا، كي يشوفني قريه يقعد يتوغ يروح لدارهم يجري. انا ما وليتش نخرج، وليت خاص روحي يفضل ما وليتش كاع نخرج. مع الوقت وليت نكبر، وليت نحاول زعما باش نخرج باش نشوف المجتمع، شوف وليت نخدم، وليت نبيع البوسات بحت المطلوع بحت، فاهم؟ واش نخرج دير في الدار سيدي احمد؟ ها واش تقعد دير في الدار؟ ما وليت كي نخرج قلت لك نشوف الدراري يخافوا مني، ما نجمش نخرج برا، ما نجمش غالب. وكي كنت خرجت تبيع المطلوع كانوا الناس يجوا يشرو من عندك؟ الاولى ما كانوا شويه بالك هايبيني، بصح بعد تعاود لا والفوني ولاو يجوا عندي يشرو عليا، زعما يعاملوني بالك هذوك اللي كانوا يحطوا حدايا ما كانوش يعاملوهم كيما يعاملوني انا، يجوا يشرو عليا يبغوني زعما يحوسوا عليا، اما كسبت الناس كيما يقولوا كسبت الناس. قلت ما حسيت روحك ارتحت شويه؟ حسيت روحي ارتحت شويه صح. اش غادي نقول لك؟ كنت تحسهم باللي يجوا يشرو عليك من باب يعني الشفقة، ولا انه عادي تقبلوك ويعتبروك شخص كما بقية الناس عادي؟ كاين اللي يجيك على شقة باش يعاونك، كاين اللي يجي باش يشري عليك، كاين كل واحد وكيفاه. كل واحد والدافع تاعو. كل واحد تما بديت تخرج من الحالة هذيك تاع الاكتئاب، بديت تقبل الوضع ديالك. بديت نتكلى على روحي. انا كي كبرت شويه قلت نجري على روحي، ما لقيتش شكون يجري عليا، الله غالب ما عنديش شكون يجري عليا، قلت نجري على روحي. فت في حصص، فت في قنوات، كتبت في الجورنال، كتبت نشدت وزير الصحه عبد الملك بوضيه في هذاك وجد نشدت عام خطره، كتبت منه حتى ما كان حتى رد. كنت حاب دير عمليه تجميل؟ كنت حاول زعما نحسن روحي شويه، وما نخدم عيني هذه ماني نشوف فيها، راني خايف لا غدوه هذه تروح لي، انا شكون غادي يرفدني؟ ما كاش لي غادي يرفدني، شكون غادي يقوم بيا؟ ما كاش لي غادي يقوم بيا شكون؟ انا هذه راني نحمد ربي ليل ونهار، وراني نتبع عند بلاصرك راه عاطيني تريتمون راني نتبع به، راني نحمد ربي اللي عطاني عين وحده، كون ما عطانيش عينين فيزو، كي غادي ندير؟ ما كاش لي غادي يرفدني وشكون غادي يخرجني؟ ما كاش. لا نتمنى ان شاء الله تلقى العلاج اللي راك حبوه تلقى الناس اللي انا جريت هنا في سيدي احمد. انا جريت هنا في البلاد، جريت وما كان والو. روحت بعت الدوسي تاعي للخارج، ردوا عليا في الطرق قالوا لي نجموا نديروا لك عمليه نحسنوك زعما ماشي 100% شويه زعما نحسنوك، سقموا لك عينك منه، بصح امكانيات ما عنديش لا غالب. دوك نرجعوا نحكيوا على هاد النقطه سيدي احمد، ماذا بيا نسمع الاستاذه سعاد خوشي كيفاش الانسان يلقى روحه في لحظة يعني فجأة يلقى روحه عايش وضع مماثل، الطفل اللي يكبر يلقى روحه عنده تشوه مخليه يعيش وضع خاص، خير الدين زاد لقى روحه عنده تشوه، كيفاش الإنسان يقدر يتعايش مع وضع كيما هذا ويخرج من هذيك القوقعة أنه أنا شكلي مختلف أنا ما رانيش كيما الناس، يخرج ويوصل للمرحلة أنه يتقبل الشكل تاعه ويعيش بشكل عادي؟ حقيقة انغمست في القصة تاع الحالة الثالثة سيد أحمد، حقيقة مؤثرة جدا. هو كي نهضروا على التشوه الخلقي بصفة عامة، هو باش يعني نعطيو فكرة على ما معنى ماذا نقصد بالتشوه الخلقي، هو كل حالة يعني في موجودة في الإنسان تختلف على البنية الطبيعية اللي خلقنا عليها ربي سبحانه. دونك تقدر تكون باطنية لا تظهر، كيما ينزاد انونفون عنده تضخم القلب ولا مشاكل صحية لا تظهر للعيان، هنا يقعد هو يعالج روحه، يعالجه والديه حتى يكبر ويولي يتبع هو وحده، ما يتاثرش مليح بنظره المجتمع. في حين انه اذا زاد ولقى التشوه هذا يعني ظاهر للناس في الجسد تاعو ظاهر للعيان، هنا يدخل المجتمع كعامل. هنا يعطيك صحه، هنا يدخل المجتمع والاسره كعامل مهم في بناء شخصيه هذا الفرد. هذه الحالات الثلاثه يعني هو ما شاء الله جبت ثلاث حالات وكل حاله تختلف عن الحاله الاخرى. لو اخذنا مثلا حاله خير الدين، هو قال لك وكانه هو ثقته زاد بها، ثقة في نفسه زاد بها هو، ما قالكش عاونوني دارنا ولا قالك انا واثق من نفسي، قال جملة عجبتني كي ندخل للدار واش نسمع برا ننساه. انت هو متحكم في سلوكاته، متحكم في احاسيس تاعو، وقدر يعني ما شاء الله قدر من خلال هذا التحكم قدر ينجح ويحقق نجاحه ما شاء الله لو طالب في الجامعة. لو خذينا حالة نبيل، هو نزاد امر طبيعي لقى روحه هكذاك، امر نبيل صارت له حادثة، رغم ذلك الا انه وجد دعم من الاولياء، لقى دعم من الاولياء تاعو، قال لك ما نقولش ما تاثرش
ولكن اكيد الاثنين ممكن نفسيتهم انا احتخر بدينا ونسالوا مثلا كيقول لك بديت ثقتي بنفسي اسكو ولا مره يعني في حياتك كامل مرت عليك لحظه هكذا كان عندك اهتزاز نوعا ما في الثقه في نفسك ولا مره في حياتك هزيت معناتها مرت بك لحظات حسيت بحاله ضعف مريت بهم انا دوك يحكي لنا عليهم كملي لنا التحيه تاعك ودوك نجول عندك لحظات عاديه داكو معليش مادام قال دوك لاحظت انه خير الدين اذا تقولي انت ربما مختصه اكثر مني يا استاذه انه ما يحبش يبين لحظات الضعف اللي جات لحظات الضعف خير الدين يحب دائما يبين باللي هو قوي ولكن خير الدين احنا اذا راح نحبوا نسمعوا لحظات الضعف اللي جست بهم باش يكونوا دروس وعبر لناس ربما عايشين نفس الحاله كيما انت بالعكس راك تقول لحظات جست فيهم يفترض انه يكونوا دوكا فخر لك انك تجاوزتهم راح نرجعوا لك خير الدين ونحكيوا على هذوك اللحظات بعد ما تكملنا الدكتوره التحليل تاعها بالنسبه للحاله تاع نبيل هو مر بظرف لقى الاولياء تاعو مهتمين به وهذه النقطة مهمة جدا لأنه الطفل يعني بناء الشخصية تاع الطفل تبدأ من صغره نقولوا حتى 6 سنين 7 سنين يبنيوها الوالدين هنا ندعموه بثقة بالنفس تقديره لذاته يعني يكون يعني واثق من نفسه 100% هذا كمان يكون من خلال دعم الأولياء إذا ما عطاولوش هذا الدعم راح يكبر وثقته في نفسه مهزوزة هو خداها من الأولياء رغم ذلك إلا أنه تأثر بالمحيط على المدرسة بصح كان يتشجع من الأولياء قال كان يخرجوه كان يحوس معهم إلى آخره هذه نوعا ما نمات قوة الشخصية تاع نبيل أما في حين الحالة الثالثة قال لك عانى من مشكل غياب الأم عانى من حتى كان هنا اتهام للام انها ممكن هي المتسببه في الحاله اللي لحق لها هو دونك عانى من غياب الام عانى من غياب المحيط الاسري تاعو وهذا يلعب دور مهم جدا في الحاله تاعو دونك هذا اللي خلى ثقته في نفسه تهتز خلاه ينغلق على نفسه يقعد في الدار ما يقابلش الناس خاصه انه قال لك يخوف يعني للاسف الشديد سمعت الجمله يعني حقيقه تفاجات كي قال لك ما حبوش يقبلوه في المدرسه علاش يخوف الاطفال سي غاف يعني كمؤسسه تعليميه يعني نحن نعلم ان المدرسه هي المؤسسه الثانيه في المجتمع بعد الاسره دونك هنا باش تكون المدرسه حتى الصدمه النفسيه تكون كبيره تأثر بزاف تاثر عليه بزاف خاصه انه كيف يعني في الطفوله كي تكون مدرسه تقول على طفل انه يخلع دراري وما نقبلوش على جل هذا السبب يعني هي كارثه انا شخصيا قلت انها كارثه علاش وهنا حقيقة تسبوا في أنه عقدوه ولا ينغلق على نفسه ودخل في حالة اكتئاب وحالة الاكتئاب بون الحمد لله بالك هو بعد وحده عاود خرج روحه منها لأنه حالة الاكتئاب تقدر بكل بساطة تؤدي إلى حالة انتحار تؤدي إلى حالات كما نقولوا حنايا حالات نرجسية كره للذات يقدر يولي عدواني يقدر يولي ينتقم من المجتمع ينتقم من الأسرة تاعه يقول لك هما السبب اللي خلاوني لحقت لهذه الحاله دونك واش هنايا يولي ينتقم المجتمع تاعو مفهوم هذه الحالات اللي حاب نعرف خير الدين واش من الحالات اللي جست منهم اللي كانت تكلم عليهم الدكتوره نتكلموا بصراحه خير الدين احنا رانا هنا وانت راك ضيفنا اليوم كما قلت لك لحظات الضعف اللي ممكن تكون جست بهم اليوم راك تجاوزتهم وهذا اللي يخليك انك تحكي بكل اريحيه وراح نتفهموا اي لحظه ضعف اي حاجه درتها في حياتك راح نتفهموها لانه جازت وانطلاقا من معامله المجتمع اللي كانت معك تفضل خير الدين بوخذك مريت على بعض الضعف بزاف وحده ماما وحده يكون صحيح بصحته وكلش ونجوز بهذيك البريود بالك ما بالش كيفاش يصرالو مشكل يصرالو كدا يسمع كلام منا يتقاس انا بالك برا كنت نسمع كلام ما يعترش فيها في هذيك اللحظه كي نطلع في الليل بقى يخمم في الليل هكذا راح نكون تعاودتيني هذاك الكلام ولا هذاك الجاست ولا هذاك مثلا احكي لنا مثلا مواقف اللي كنت كي تدخل الدار توجعك في قلبك وتقعد تخمم بها كلمه ولا حركه ولا نظره كما كان يقول نبيل اثرت فيك وقعدت تخمم فيها في الليل هذا من بون كي تركب في البلس تركب في كاش عدسه تلقى واحد يشوف فيك بنظره ماشي مليحه نظره ماشي مليحه كيفاش حتى هكذا حتى صنفتها انت في انه نظره ماشي مليحه ما عرفها نظره مليحه تبان مشي تحس بلي بالك اذا كانت نظره تكون نظره بالك استغراب ولا بالك بشكل لا ارادي مثلا انه شاف شكلك مختلف بالك خزر فيك هي لا ارادي
ما تحسش انه مثلا عنده نوفور منك ولا ما راهو مثلا كارهك ولا راهو نابغك؟ لا ماشي هكا. لا ماشي هكا. العيب قلت لك الانسان يبقى يخمم بكلش تلحق الليل، انا عندي الليل للتخمام. الكلمات اللي سمعتها وتاني اثرت فيك؟ سمعت هو يخمم خير الدين. ما يشفاش. ما كانش. ما يشفاش. ما تشفاش، خلاص نسيتهم كامل وتجاوزتهم. نتأقلم. تتأقلم. أنا وين نروح نهضر بحس فوكا هكذا منا. ما رحتش فوكا في زون الوسط باش يهضر كلمة. ماشي مليح. فترة المراهقة تاعك كيفاش دازت خير الدين؟ مراهقة. مراهق مشاكس ولا كيفاش كنت؟ انحرفت شوية. انحرفت؟ انحرفت. ايه احكي لنا على الانحراف هذا يا خير الدين. انحراف شوية. ايه احكي لنا وش الانحراف. احنا جماعة، كنا جماعة. زعما تبيش تفرض رايك وانت هو الواعر. واعر ثاني. انت هو الواعر وكذا. جماعة شنو ما على باليش. صح، وش اللي خلاك تروح في طريق عيانه؟ بالك قلت لك بالك مراهقه، بالك حب فرض نفسي، بالك جماعه. حبيت تفرض نفسك؟ فرض نفسي. يعني تقدر تقول بلي انه مثلا الوضع اللي كنت عايشه خلاك بالك كما قلت تدير حاجه تمشي ملاح باش تقول انا راني هنا ونعوض بالك النقص اللي عندي بهذه الحاجات. بالك لفت الانتباه. ولا بالك كيما عشت طفولتك مليح في الدار بالك لقيت رايك برا. ما على باليش. ممكن دكتوره حاجه هذا الانسان يحاول يعوض مثلا اللي بالك هو كان يعتبره في هذاك الوقت نقص ولا نقص اهتمام من قبل الناس، يعوضه مثلا بتصرفات ولا سلوكيات منحرفه كما سماها هو. اكيد اكيد. هو انا نعاود نولي للخير الدين الحاله تاعو كي قال لك مع الاول قال انا ما كنتش نهتم بهم ندخل ننسى. دوك يعاود طرحت عليه السؤال قال لك كي نجي نرقد نعاود نتفكر واش قالوا لي. معناتها هنا ابدا ما نساش الملاحظات اللي كانوا يجوها له الاخرين، راحت فقط انتقلت من الشعور الى اللاشعور، ومن بعد كي يجي يرقد يعاود يرجعها. وهنا عندك مختصين في التنميه البشريه واش يقولوا لك؟ كي نجي نرقد دائما على افكار ايجابيه، وعندما استيقظ على افكار ايجابيه. علاش الافكار السلبيه اللي نرقد بها عندما انام تبدا تخدم في اللاشعور تاعي، تبدا تخدم في العقل الباطن تاعي، تسبب لي مشاكل صحيه، تسبب لي في اهتزاز ثقتي بنفسي، وكي نصبح نوض عيانه نوض افكار يعني ماشي مليحه، وتستمر حياتي على هذا المنوال، وهنا ولي عندي اهتزاز يعني في ثقه في نفسي نهائيا. هنا معناتها ماهوش حقيقه ماهوش يعني متجاهل نهائيا حال الملاحظات تاع الاشخاص الاخرين، وانما فقط عندما يخلو بنفسه كي يقعد مع روحه يولي يعاود يخمم فيها. وهنا قال لك في المراهقه انحرف. علاش انحرف؟ علاش حب يفرض ذاته؟ هو يعني ما شاء الله قال حل نفسه بنفسه، قال لك انحرفت شويه حبيت نفرض روحي. علاش؟ لانه شايف نظره الاخرين ليه انه ما يهتموش به. وحقيقه احنا كاشخاص عاديين نمروا بفترات وين صح بالك وين تضعف ثقتي في نفسي الى اخره، خاصه في فترات المراهقه. هو سن حساس جدا عند الافراد. علاش؟ لانه في سن المراهقه هو يشوف روحه كبر مسؤول راجل والطفله تشوفه حمراء، في حين انه الاسره والمجتمع مازال يشوفه على اساس انه مازال صغير. فبالك انسان هو يحب يكون شخص عادي والناس تنظر له على اساس انك مختلف عن الاخرين. عادي يعطيك الصحه. الاثر يكون اكبر. يعني هنا نقدر نقول دكتوره انه لازم تكون رعايه نفسيه و ضروريه من قبل يعني مختصين ومن قبل العائله والمجتمع. ضروريه جدا للاشخاص اللي عندهم وضع خاص باش يقدروا يتاقلموا ويعيشوا حياتهم بشكل عادي. شكرا دكتوره خير الدين. خرجت من الانحراف؟ الحمد لله. خلاص دوكا ماكش منحرف؟ رجعت للطريق؟ الحمد لله. صحه. جست في مرحله قلت انك لقيت روحك كنت ضايع فيها. ما راحش ندخل بزاف التفاصيل في الشيء اللي درتو بما انه خلاص كان مرحله فاتت. بعد ما خرجت من هذاك العالم قولي خير الدين اغزر فيا، دخلت في علاقات عاطفيه؟ علاقات عاطفيه. مليح اسيدي. وقتاش نزوجوك ان شاء الله؟ قريب ان شاء الله. قريب. هيا تفيق خير الدين في الجو. لقيت عروسه خير الدين؟ هو كاين. هيا بها مبروك. خير الدين كان مع رفقاء سوء ومن بعد حياته تبدلت، ولو عندك اصدقاء ما شاء الله دايرين بك وعايش. هما نفسهم. تسمى كاع يعني كاع دخلتوا الانحراف وكاع خرجتوا منه. يا سيدي نروحوا نشوفوا خير الدين واصدقائه اللي كانوا منحرفين وبعد ما ولاوش منحرفين في هذا التقرير ونعاودوا ونرجعوا. باسكو عيطت لي البارح في الليل وقال لي
أنا كابدان شكون بحال ديار العافية وهادي صحابي لي كل يوم معاهم تما من نزرو نتلاقاو توجور هنا ولا في الحومة كل فطرة كيفاش على كل حال عندي توجور نبطى عليهم عندي بروبلام توجور معيط لهم أوضة سنكرة كبيرة هي رايحة هما ما يزعفوش يسناوني كيما هذا ولا هذاك نجي نبدا نحكي في المشاكل راح نحكي بروبلام صغاري ولا نحكي ولا لي بروبلام ديالهم نسكتوني نسكتوني عندو وراها تحكوك خيرو نعرفو ملي كان صغير شغل كان دايما هو الوشوشو تاع الحومة ديالنا وكاع الناس تحبو خير دايما معانا وين نروحو نجيبوه معانا ماشي قاع دايرين شغل مريض ولا الحمد لله ما دركو في هذا مين داك يكون مريض نقولو هكذا يكون هو كان يجي واحد زعما مريض دار اوبيراسيون لا يكون نقولو او مريض بالعقل منا باش تقيسو بالبالون ولا صح نورمال دخلنا الاستوديو بو محمد لي ما جاش ولي تاني الاستوديو داني لهذاك الاستوديو كذا ولي بوسام ولي بوسام كمية الأمل اللي تشوفها في الضحكة تاع خير الدين غير طبيعية. قبل ما نجي لخير الدين نرجع لك نروحوا عند نبيل نبي نشوفوا خير الدين هو زاد ديجا عنده الأمل وحاب الحياة وواجه وقاوم والحمد لله نشوفوه بلي اليوم راهو في حومته متقبلين وناس متقبلينه وراه يقول بلي راهو قريب راح يتزوج ثاني دوك نجي ونحكي معك على العروسة هاني جايك نبيل قلت لي بديت ثاني تقاوم وقتاش اللحظه اللي خلاص تحررت من عقده يسموها انه شكلي مختلف عقده يسموها عندي وضع خاص وانه انا انسان طبيعي ونقدر نكمل حياتي بشكل عادي الوقت اللي بديت فيه يعني راني كنت في الليسي عاشرت ناس اللي مختلفين بزاف في الديانه والله في الثقافه والله في الهضره والله في العقليه كما نقولوا والله هما اللي زادوا شجعوني هما اللي شغل جامي يقول لك كلمه اللي تقيس والله يشوفوا نضرب فيك عيانه والله توجور يطلعوا لك المورال توجور ما يخلوكش تحس روحك باللي راك مصاب بحاجه والله مبتلي بحاجه والله ثم اللي تقنعت ومع كيما قلت لك مع الوالدين ثم شغل حسيت روحي باللي خلاص انسان حق سخط الله وين يتقبل قضاء الله وقضاء عليه وهذه ما كاتب الله ما يبقاش يطلع ويهبط لازم يعيش حياته لازم يبني حياته ويدير عائله ويدير عائله لازم خممت تدير عائله خممت ندير عائله والحمد لله عندي عائله تاعي الله يبارك وراك مزوج مزوج وعندي طفيل ما شاء الله ما شاء الله يبارك فيك الله يبارك نبيل احكي لنا كيفاش حتى يعني قررت تزوج لقيت صعوبة باش انك تلقى المرأة اللي تشاركك حياتك وتتقبلك بشكلك المختلف وببساطة هي صح كاين عباك ما يقول لك يا اخي المرأة يقول لك بالمثل الشعبي تاعنا الطفلة يخطبها 10 ويديها واحد حنا خطبنا 10 خطرات وما ديناش الحمد لله خطبت بزاف وما ما لا ماشي بزاف خطبت زوج ورفضوك الرفض تاعهم ما جاش مباشر غير مباشر يعني ما قالوكش بسبب شكلك عطاوك اسباب واحده اخرى انت ما عطاوليش ما عطاوك السبب بس ما كما يقول لك كيفاش فهمك في رايك علاش كان الرفض هذاك انا في رايي انا على الشكل
على الشكل، بصح عطاوك اسباب مختلفه. هما عطاو لي كاين كاين اللي ما عطاكش السبه كاع، شغل رفضوا خلاص طبي الضو ديريكت. اوكي، ومن بعد هاتيك المده اللي قعدت فيها انت تحوس على ماشي مده كبيره، ماشي مده كبيره. ومن بعد كيفاش حتى لقيت الانسان اللي راه اليوم زوجي؟ الانسان هذا انا درت في بالي بلي ما نزيدش نحوس، صراحه درت في بالي بلي سي بون ما نزيدش نحوس، نعيش حياتي ومن بعد اللي كتبها ربي مرحبا بها. الزوجة هذي جات وحدها. كيفاش جات وحدها؟ احكي لنا، نحبوا نعرفوا الحكاية. جات وحدها. زواج تقليدي، راحوا العائلة خطبوا. راحوا العائلة، هما اللي هضروا، هما اللي شافوا، هما اللي هضروا. بعد ذلك هي شافتك ولا كيفاش؟ عيطوا لي قالوا لي ودي فوالا واش كاين واش كاين. رحت أنايا جيت نهضر، ما خلاولوش مين با نهضر. قالوا احنا كيما احنا بالعامية في الجزائر يقول لك احنا نحوسوا على الرجال وناس فاميليا. ما يحوسوش لا على المال لا على الزين لا على حاجة واحدة أخرى. تحية كبيرة 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 لنساب نبيل اللي ما اعتبروش باللي شكله المختلف راح يكون عائق في سبيل انه يكون رب عائلة، عائق في سبيل انه يوفر حياة الراحة والهناء للزوجة تاعه، انه يقدر يدير دراري ويكون اب واب مثالي تاني. برافو نبيل، تزوجت درت عائلة، اليوم كيفاش راك عايش مع العائلة تاعك؟ ما نقدرش نوصف لك صراحة، والله ما نقدر نوصف لك. مرتاح يعني سعيد. مرتاح مورالمون فيزيكمون بسيسيكمون، مرتاح نهائيا. انسان كان عايش في حاجة ومن بعدك تولي في حاجة واحدة أخرى، هذا حتى يكون واحد يكون طبيعي يكون سيليباتير باش يتزوج اوتوماتيكمون تبدل حياته. ما بالك واحد يكون مبتلي بحاجة وقاطع لياس كاع يتيك بلي راح يدير دار ويدير ولاد، بالك اوب يلقى روحو باللي هو من بناء عائله تاعو وراو عايش حياته بعيده. واش راك تخدم دوكا نبيل؟ انا نخدم موظف في مؤسسه تربويه. موظف في مؤسسه تربويه؟ نعم. وقالوا لي فريق الاعداد باللي عندك هوايه رائعه. عندي هوايه الفن التشكيلي. الفن التشكيلي؟ نعم. جبت لكم برك بتي كادو صغير للحصه. انا كنت راح نحكي على نشوف واش تخدم. وانت جبت لنا هدية للجزائرية الثالثة الأولى. اي ما شاء الله، هذه انت خدمتها؟ نعم. برك نوروها دقيقة، نوروها هنا للجمهور. هاوليك واش خدم لنا نبيل. تفضل ربح. تفيق الرابح ثاني. صحيت ربح، صحيت. بصح ما قلتش علاش خير الطيارة نبيل؟ نعم. علاش طيارة؟ علاش طيارة؟ باسكو أنا بدا في بالي باللي الروح سيد باش كنت خمم تهاجر ومن بعد نخمم باش نهاجر. إن شاء الله، إن شاء الله أنت تقعد هنا والجزائرية وان تطلع كي الطيارة في سلم أفضل القنوات الجزائرية إن شاء الله. إن شاء الله. نروح نشوفوا تقرير صورناه معاك في الورشة ديالك ونشوفوا واش يقدر نبيل يخدم والموهبة اللي عنده. تفضلوا معنا. نبيل أنا جام في عمره 39 سنة، يهوى الارتيزانة، يعشق في الارتيزانة، حب نخدمها ساعة ساعات نجي لهنايا كي تكون عندي خدمة بريكولا والله نجي لهنايا نريح وحدي نبقى نخدم فيها أصلا كي يكون وحدي نفنن فيها تكون خدمة براحتي. باش نقول لك من الوقتاش نكذب عليك، انا والله ما كنت فايق لها، كنت نحب ندخل الحوان تاع الارتيزان، نحب نشوف ال باهي. قلت انا نسيي نقل، وليت نرفد حاجه هكذا نشوفها نرفدها ونعاود نخدمها. بون ما تجيش سوا سوا، مي تجي معوزه شويه هكذا شويه هكذا، نعاودها دوزيام فوا تروازيام فوا حتى نسيي كيفاش خرجها كيما اللي تابعيني. كاين واحد الطابلو هنايا لو كان تشوفيه انت بالك ما تقدريش تفهميه، هو فيه عبره. الناس كاين اللي الناس تحتاج مساعده، كاين الناس تقدر تعاون، وكاين الناس ما على بالهاش كاع بالمساعده. معناتها الحاجه اللي صارت لي ليا، كاين حوايج صاروا لي ليا خرجتها في طابلو درتها في طابلو هكذا نورمال.
برافو نبيل. رانا اكتشفنا اليوم فنانين، زوج فنانين في البلاطو. عندنا مغني اللي كان منحرف ومن بعد ما ولاش منحرف، وعندنا فنان كبير اللي هو نبيل. ومعانا ثاني في البلاطو فنانه من نوع خاص، ضيفتنا اليوم شيرين عبد اللاوي، بطله في الجيدو شبه الاولمبي. مرحبا بك شيرين. شيرين، نظن راكي سمعتي القصص ضيوفنا اللي راهم حاضرين هنا. حابين الناس يزيدوا يسمعوا قصه بطله ثاني كان عندها وضع خاص وعندها شكل خاص، رغم انها سيده جميله، وضع خاص خلاها ربما تتالق وتكون بطله. يعني مش فقط انه تقدر تعيش حياتها، وانما تكون بطله رفدت علم الجزائر في مسابقات دوليه، واليوم راهي فخوره بروحها وبانجازاتها. تفضلي شيرين. مرحبا بكم، يعطيكم الصحه في هذه الميسيون، ربي يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله. بون، انا كنت نورمال، كي زدت على بالي بلي ما نشوفش شويه، شغل نقصت النظر. شغل تقبلتها جاتني عادي، باسكو اي انسان كان لينا كل واحد ناقصته حاجه، وربي خلق وفرق. الحمد لله كما يقول لك، انا كي عرفت بلي نقصت النظر ما درتهاش اعاقه، باسكو كاين ناس عندهم اعاقات اكثر من هذه الاعاقه، وهذه نعمه من عند ربي سبحانه والحمد لله. كما يقول لك، انا كنت نقرا في ليكول تاع العاشر، بالتالي ما يشوفوش في البراي. من بعد تماك بدات الرحله تاع مشوار الرياضي تاعي. تماك كانوا يدخلوا قالي ما يشوفوش، يدخلوا يديروا جيدو تاع اللي عندهم بروبليم تاع النظر. دخلنا كاع ايبا نورمال، كاين اللي ما عجبهمش الحال خرجوا. كيما ماما انا ديسيديت نحبس، باسكو ما كانش عندي بلي نحل. شغل كي تروح لي كلوب كانوا نورمال، شغل يشوفوا هكا بيان كاع. شغل كي تنطيني معاهم تحس روحك شويه، شغل ما شي كيما هما، يعاملوك بشكل مختلف شويه هكذا. شويه هكا شغل. من بعد انا كيفاش باش فرت رايي عليهم، بديت نطريني، كثفت لي زونطريمون، درت بزاف، وليت نطريني بزاف. كي وليت انا شغل، وليت كي ندخل نضارب معاهم شغل كنت نربحهم، ولا هما شغل يعاملوني عادي، باسكو خليتهم يحسوا باللي ما عندكم حتى عفسه اللي زايدين فيها ولا ناقصين فيها علينا، انتوما كاع كيف كيف. كاين عفايس يبتليك بهم ربي سبحانه باسكو يحبك. ما تجوش نتوما باش تحسونا باللي احنا عندنا عفسه ناقصه. با برافو 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 برافو. إبا أنا ملي كنت صغيرة جامي حسيتها عفسة، مام زعما كي تخرج برا كاين عباد يشو شغل لا رياكسيون تاعهم كي تجوز عليهم يشوف فيك هذيك النظرة تاعها، شغل يحسك بيزار. إبا أنا مام كي يشوف وأنا نحس بلي راه يشوف فيا شغل عفسة بيزار، بصح جامي نعطيه لوكازيون باش يحس بلي أنا حسيت. ما نعطيكش الإحساس، ما نعطيكش لوكازيون باش تخليني نحس، بس كان أنا نعرف روحي، بس دايرة الثقة في نفسي. واحد ما يجي يزعزع لي الثقة هذي، باسكو على بالي نآمن بربي، كي يعطيك عفسة على بالي يشطها لك، كيما يغلق لك باب يفتح لك ألف. الحمد لله نورمال، بديت نطريني مع لي كلوب، لو هما يعيطوا لي باش أنا نروح نسيني عندهم، وكيما يقول لك نورمال بقيت نطريني تمرنت. من بعد لحقت باش درت شامبيونا دي موند، الحمد لله مالغري كنت صغيرة ضربت مع دي سينيور كلاسيت، درت لي تيتر. بس كان عندي اوبجيكتيف، كان عندي باش انا نعطي للناس اكزومبل، باش كان عباد ما يشوفوش كاع يحشموا باش يخرجوا. صح. يقول لك نخرج الناس تولي تحك عليا ولا ناس كذا. العكس، كي تواجه الناس وانت تحسهم بلي انت انسان عادي ما عندك حتى اعاقه، الناس تولي تحسك نورمال، تحسك عادي. بصح لو كان انت تحسس روحك بلي عندك عفسه ناقصه، الناس ثاني تولي تحس، باسكو انت ماكش داير الثقه في نفسك. والحمد لله كاين عباد والله نعرف ما لا ما يشوفوا والو، يخرجوا يديروا دراجي هكا، يروحوا يديروا كومبينغ منا، يمشوا وحدهم واحد ما يمشيهم، باسكو فايقين برواحهم على بالهم مش كاين. صح. قولي شيرين، انت المشوار الرياضي خيرتيه لانه كان هو المتوفر قدامك، والمشوار الدراسي كان صعيب، ولا تحسي بلي في كل الاحوال كنت راح تخيري المشوار الرياضي؟ يعني في كل الحالات كنت راح نخير المشوار الرياضي، بس كنت في الرياضه ناجحه.
في السبور هذا كنت نشوف في روحي. وفي القرايه وفي القرايه كيفاش كنتي؟ قرايه كنت شويه نص 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 نص. علاش؟ بون جوغ كي قريت في بريمير وسيام قريت نورمال باسكو مع ناس شغل كاين اكثر مني ما يشوفش كاين شغل نورمال كيما انا هكا شغل حسيت عادي باسكو راني مع مجتمع كيما انا راني مع فئه. تسمى في المسيد ما كنتيش تحسي روحك مرتاحه بزاف؟ ليسي كي لحقت ليسي كنت نورمال شغل ما عملونيش باساس انه زعما عندي عفسه ناقصه ولا بصح كي وليت ندخل الكلاس هكا نقرا اللي كانوا يقراوا معايا الحمد لله كاع نورمال عادي بصح كان اساتذه كانوا يسقسوا كاع القسم تجي في انا جو يجوزوني ما يصوتيونيش وما كانش في الكلاس. اي انسان ما يكونش يعرف يقرا ولا ما يحبش يقرا من ذاك يحب يسقسيوه شغل حلاوه القرايه كاع كيبدا يحشموك في الكلاس شغل صح هكا شغل ما كانوش يسقسيوني ديجا بعد مديت قلت مد شهر في يدي نشوف اذا كانت نفس المعامله هكا نجبد روحي جو بريفار ما نضيعش الوقت تاعي جو بريفار نروح نضيعه في الصبر عاد ماني نضيع فيه في القرايه. يعني شيرين سمحي لي استاذه نشوفوا انه شيرين ما قدرتش تكمل قرايتها هي الحمد لله اليوم راهي قدرت تختار طريق واحد اخر اللي نجحت فيه ودارت اسم لكن نشوفوا انه ما قدرتش تكمل قرايتها بسبب معامله بعض الاساتذه ربي يهديهم. نشوفوا سيد احمد ما قدرش اصلا يدخل يقرا لانه المدرسه رفضاته. كيفاش نقدروا نتعاملوا مع واقع مؤلم كما هذا؟ المدرسه اللي المفروض هي اللي تعطي الامل هي اللي تعطينا الوعي تعطينا القدره على التعامل والاندماج في المجتمع تولي هي اللي تنفرنا وتخلينا نعيشوا في عزله ونمشيوا في الطريق اللي بالك ما عندهاش مسدوده يعني ما عندهاش نهايه. نعم احنا اهم نقطه هي ضروره التوعيه. ضروره التوعيه خاصه انا يعني الحالتين كما يقولوا ما شاء الله اخترت طريق ناجح يعني ما شاء الله بالنسبه للاخت شيري ولكن عندنا حالتين هنا وين المدرسه نبذتهم وحنا اساس يعني انه هذا الشخص نبنيوه كشخصيه ناجحه في المجتمع حنا لابد من بدايه البناء تاعو تكون من الاسره. ثانيا مباشره بعد الاسره تولي المدرسه، المدرسه التلميذ يقعد فيها من الصباح للعشيه معناتها اساس تكوين الشخصيه تاعو حيتركز على المدرسه اكثر من الاسره في بعض الاحيان. هنا للاسف الشديد لقيناهم هما الاثنين لقاو المدرسه مسدوده امامهم. للاسف هنا يعود الى بعض المعاملات لبعض الاساتذه، لا اقول كل الاساتذه يعني حقيقه كاين حالات وين الاساتذه ياخذون بعين الاعتبار لا نعمم ولكن للاسف الشديد هما الاثنين طاحوا في مدارس وين كاين اساتذه ولا الاداره يعني عملوهم بطريقه سيئه. نقول لك خير الدين سمحي لي استاذه وخير الدين قراوا ما كانش عنده مشكل مع الاساتذه لكن احنا نحكيوا على بعض الحالات الموجوده وحالتين في البلاطو عانوا من نفس وهي حالتين حاجه كبيره. كي نقولوا انه احيانا بعض الاشخاص اللي هما الناس برا يتعاملوا بشكل سلبي ومن بعدك نشوفوا بعض الاساتذه هنا نقولوا انه اذا كان انسان عاش في وضع صعيب هكذا هو بسبب المجتمع ولا بعض افراد المجتمع أكيد. وبسبب المدرسه او بعض الاساتذه في بعض المدرسه هنا لابد من ضروره التوعيه. احنا هاد الاشخاص هاد الفئه نصح التعبير انا مهمشينهم في المجتمع تاعنا ما نعطوهمش اهميه رغم انه لو نلاحظوا مثلا في الالعاب الاولمبيه الى اخره احيانا نلقاو ذوي الاحتياجات الخاصه يحققوا نجاحات اكثر من يعني اللاعبين ولا الاشخاص العاديين الموجودين في المجتمع تاعنا. هذه لاحظناها في السنوات الماضيه مسابقات شبه اولمبيه في كل مره الرايه الوطنيه ترفع مرات عديده اكثر من اللاعبين العاديين. ميداليه اولمبيه في هذا لي جو كبيره لكل الرياضيين شبه اولمبيين نتحيوهم ونتمنوا ان يقعدوا دائما يرفعوا الرايه الوطنيه ويثبتوا انهم هما ذوي الاحتياجات ماشي ذوي الاحتياجات الخاصه ذوي القدرات الخاصه. اسمح لي قاطعتك. تفضلي. الناشد الوطني في الالعاب الاولمبيه احنا كي رحنا على اساس انه كنا حابين نسمعوا الناشد الوطني مره في ريو مره واحده اخرى وحققنا سمعناه على توالي القطارات في الالعاب شبه اولمبيه. في الالعاب الاولمبيه للناس العاديه كان كما يقول لك حتى باش يجوز النصف النهائي او في العاب هكايا ما تجازوش ميم با ما لحقوش باش يجوزوا. يعني كيفاش يكون يحصل لك شيرين كي تطلعي هكذا ويتوجوك ويحطوا لك الميداليه وانت اللي كانوا بزاف ناس بالك يشكوا في قدرتك ويشكوا في انك تقدري تكوني غير انك صالحه في المجتمع وتقدمي ديري حاجه بزاف مليحه وتكوني بطله تشرفي بلادك في الخارج.
الشعور ما تقدرش تعبر عليه باسكو الشعور هذا ما تقدرش تعبر عليه باسكو ديجا تكون سفريت باش تلحق باش تطلع سفري باش تطلع بدرجه بدرجه ما تطلع درجه ديريكت تلحق للفوق باسكو لو كان ما طيحش وتعاود لو كان ما يواجهوكش صعوبات باش تلحق لهذاك الشيء كاين ناس نقول لك زعما كيما كاين ناس كي نبداو نشوفوا زعما نقول لك قرايه انت بتكون عندهم معرفه يقدر يطلع ديك يلحق الباك ولا ما بيش انا وشنو انسان كيكون رياضي حيواجه صعوبات باش يلحق باسكو تحت طيح ماشي خطر ماشي زوج ماشي ثلاثه راح طيح اشاك فوا طيح لازم باش تلحق المكان اللي راك حابله وكي تلحق ما تقدرش تعبر على شعور باسكو